وريني يا سيدي. حلوة قوي، حلوة دي، برافو برافو. ايه ده؟ فين صورة الفايز في المسابقة؟ الفايز لسه ما وصلش وما تصورش وما استلمش جايزتي يا فندم. يا سلام، وانت مالك مبسوطة قوي كده انه ما جاش وما تصورش يا فندم؟ دي مشكلة، العدد يبقى ناقص. مش مشكلة الصورة يا فندم. لا مشكلة الصورة، علشان المصداقية، الراجل لازم يتصور بجايزته جنب الخبر. نعمل ايه احنا دلوقتي؟ بص لو ما جاش النهاردة تأجل الخبر كله لبكرة وانا هكلم استاذ جميلة بلغه. تمام يا فندم. شكرا، اتفضل. أنا ماشي مريم يا فندم. مساء الخير. مساء النور. مش ممكن، صفاء سباعي؟ يخرب عقلك، بتعملي ايه هنا؟ مش معقولة، انجي احمد؟ انت بتشتغلي هنا؟ ايوه طبعا. ايه يا بنتي؟ ما بتقريش جرايد؟ ما تشوفيش تلفزيون ولا ايه؟ ايه الثقة دي؟ لا ثقة ايه؟ مش ثقة والعياذ بالله، ده غرور بعيد عنك. اقعدي اقعدي، وحشتيني جدا. وانتي كمان وحشاني قوي. انا متابعاكي من زمان يا انجي، من ساعه كتابك ما نزل، وبقول لكل الشله انتي مشرفونا قد ايه. حبيبتي ربنا يخليكي. وانتي بقى بتعملي ايه في الدنيا؟ بتاجر في التحف والانتيكات. بجد انتيكات؟ طب وانتي جايه هنا عندنا بتعملي ايه في الجورنان؟ ليكي قرايب؟ لا ابدا، انا جايه استلم الجايزه، جايزه مسابقه قديم بس عظيم. يخرب عقلك، انتي اللي كسبتي 100,000 جنيه؟ يا بنت المحظوظه. الحمد لله. عيني عليكي بارده. من يوم ما اهتميت بالانتيكات والتحف وبدات اتاجر فيهم وانا بكسب على طول بالشكل ده. معقوله الانتيكات والتحف بتكسب فلوس كتير بالشكل ده؟ ايوه حبيبتي. بصي يا حبيبتي، اي حاجه قديمه ممكن ما يبقاش ليها قيمه عند ناس، بس عند ناس تانيه لها قيمه وقيمه كبيره كمان. انا بقى شغلي كله على الحاجات القديمه والنادره دي. طب وانتي شغلك فين؟ في المعرض بتاعي طبعا في الزمالك. ضروري تيجي تزوريني. ها طبعا يا حبيبتي، هاجي ازورك. انا من زمان مهتمه قوي بموضوع التحف والانتيكات، خصوصا بعد ما سمعت موضوع ال 100,000 جنيه. حبيبتي يا انجي حبيبتي، هستناكي. ها تزوريني. باي حبيبتي. باي باي باي. خايفه لحظتها بنت اللذينه. 100,000 جنيه يا بنت المحظوظه. بالراحه يا عم مغاوري، على مهلك، اوعى تخبط في حاجه. الله يخليكي يا مدام انجي، ما كنتش عارف انك بتخاف عليا كده. لا مش بخاف عليك، انا خايفه على السجاده. امال طبعا، امال هتخاف على امي؟ عموما يعني الف مبروك للست مي. بتبارك على ايه؟ لسه بدري قوي على النتيجه. لا انا قصدي على الجهاز. جهاز ايه؟ دي لسه طفله، مين قالك بقى ان ده الجهاز؟ يبقى فرش تاني بقى للشقه. لا حول ولا قوه الا بالله، فهمها له ازاي دي. بص يا مغاوري، دي سجاده اثريه من القرن ال 19. عارف القرن 19 يا مغاوري؟ لا طب بص يا مغاوري، اسهل انك ما تحشرش مناخيرك في كل حاجه، لاني ما عنديش وقت افهمك، خليك في حالك. يعني ايه خليك في حالك دي؟ انت بقالك كام يوم قاطع نفسي عمال اشيل في حاجات غريبه، وانا من حقي اسال بقى؟ لا يا مغاوري مش من حقك تسال، انت تشيل وبس. يا سلام، ولما المرايه امبارح كان يكسر ظهري كنت هتفيدني انت بايه؟ وفي الاخر لا حمد ولا شكرانيه. يا سلام، ما انت اخدت الاكراميه. ايه الاكراميه دي؟ يعني تبس يا مغاوي. تبس معلش. يا سلام، يعني ما فهمتش الاكراميه وفهمت التبس؟ ايوه، هو انا شايل شنطه خضار؟ ده انتوا كانكم بتفرشوا الشقه من اول وجديد. وبعدين انا عايز علاوه. علاوه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ انت فاكر نفسك موظف حكومه؟ صحيح انا مش موظف حكومه، لكن ممكن اشتكيك في النقابه. النقابه مره واحده؟ وانت ايه اللي هيدخلك نقابه الصحفيين؟ ومين ممكن يسمع لك هناك؟ ومين قال ان انا اروح نقابه الصحفيين؟ انا اروح نقابه البوابين. انا راجل بواب وليا برستيجي. ما شاء الله، ماشي يا سعاده البيل بواب، اتفضل قدامي لما اشوف عرض برستيجك ده يطلع كام. العرض عرضين يا عم. وسع 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 من قدامي. تعال يا مغاوي، تعال حط السجاده عندك في اي حته. ازيك يا علي؟ الحمد لله على السلامة يا انجي. الله يسلمك يا حبيبي. ايه اللي اخرك كده؟ وايه القتيل اللي انت جايباه معايا كده؟ مش عايزة اقول لك يا علي، النهارده كان في حتة دين مزاد عاملاه المؤسسة ما حصلش، فاتك كتير يا علي، لو كان معاك مليون جنيه كنت صرفتهم كلهم. مليون جنيه على شوية الربابيكيا دي؟ اخص عليك يا علي، معقولة بتقول على التحف الجميلة بتاعتي دي ربابيكيا؟ تحف؟ وايه القتيل اللي انت جايباه معايا كده؟ قتيل ايه يا علي؟ دي سجادة أنتيك عمرها أكتر من 150 سنة، إنما تجنن، إيه رأيك؟ الله، ودي هنفرشها على الأرض؟
هي ايه دي اللي هفرشها على الارض؟ معقوله يا علي هفرش سجاده عمرها 150 سنه على الارض؟ لا طبعا، هفرشها على حته الريسبشن. هو بقى في حيطه في الريسبشن؟ الكراكيب بتاعتك بهدلت البيت مخلينا مش عارفين نمشي. خس عليك يا علي، بتقول على الكنوز بتاعتي دي كراكيب؟ عامه انا مش هناقشك كتير علشان ده جهل بقيمه الكنوز دي. كنوز نهايته، انا وولادك مستنينك من الصبح وجعانين وعايزين نتغدى. اخ الغدا صحيح. صحيح، انت نسيتي تجيبي اكل معاكي ولا ايه؟ اصل بصراحه كده يا علي يعني المزاد كان فظيع فاخد كل تفكيري والسكاده ابهرتني فنسيت. قصدك ابهرتك فمش هناكل النهارده؟ لا 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 لا، ازاي يا حبيبي، انا هتصرف، هنزل اجيب اي حاجه من عند شعبان تحت في السوبر ماركت، بس هات فلوس. فلوس؟ مصروف الشهر فين؟ اصل بصراحه يا علي كده قلت بخيبه، الفلوس ما كفتش معايا علشان اجيب السكاده فتصرفت. صرفتي مصروف البيت على الكهنه بتاعتك دي؟ علي من فضلك، من فضلك ما تجرحنيش، ما تقولش على السجاده الانتيك كهنه. واحنا هناكل تحف بقى بقيه الشهر. في ايه يا علي؟ في ايه يا حبيبي؟ الاكل مهما كان في ارقى المطاعم ومهما كان غالي في الاخر معروف، بيدخل من هنا وبيخرج من هناك يعني، واخره في الحمام. انما يعني البطن ما بتشكرش انت عارف، وبعدين التحف هي اللي بتعيش. واحنا عايزين ناكل عشان نعيش. حاضر حاضر يا علي، هتاكل عيش معقوله بقى على بطنك كده؟ انت بتضحك على ايه؟ واقف هنا ليه من الصبح؟ حطها في اي حته السجاده دي، حاول انحاسب من وشي. ايه دي؟ نكد عليكم. الولية اتجننت كده. سلام عليكم. يلا ماشي، تسلم ايديكم، متشكرين. سلام عليكم. سلام عليكم يا شعبان. اهلا وسهلا ست انجي. صلي على النبي. ايه دي يا شعبان؟ عسليه. اللي ايه دي يا شعبان؟ مش بتكلم على دي يا شعبان، دي دي قله قديمه، بيقولوا لي كده ان هي بقالها بتاع 100 سنه ولا ليها لازمه يعني، من نوبه. وحاطط فيها عسليه؟ انا بحط بضاعتي في اي حاجه، في قله، في زهريه، في كف ايدي، المهم البضاعه تتباع، اهم حاجه عندي. انت حقير. بقول لك ايه يا شعبان، تباعها؟ وانت عايزاها في ايدي؟ لا ابدا، عارفاني وبعدين حرام اي حد يلطشها كده ولا كده تتكسر. ما تتكسر في داهيه، بقول لك قله قديمه اجيب غيرها. ايوه صح، في داهيه. طب ما تبيعها احسن، ايه رايك؟ وانت هتعملي بيها ايه؟ دي لا ينفع تحطي فيها ميه ولا ينفع تشربي فيها. لا انا مش هحط فيها ميه، انا هزرع فيها كده ورد واحطها في الحمام عندي. تبيعها بكام؟ لا يا ست انجي يعني ما تغلاش عليكي يعني. متشكره قوي. استني استني، اللي متشكره قوي واخدها وبتجري. ايوه انا اسفه انا اسفه، انت عايز العسليه؟ لا عسليه ايه، انا عايز القله. القله القله دي عندي مهمه جدا على فكره. طيب تاخد فيها كام؟ اللي تدفعيه. بص يا شعبان، انا هدفع لك 500 جنيه. مش هدفع جنيه زياده، 7 جنيه زياده مش هدفع. 500 جنيه؟ ايوه. في القله دي؟ اه. لا انا متاسف، في الحقيقه انا محتاج 550 جنيه في القله دي. موافقه يا شعبان. اصل القله دي ايه؟ موافقه؟ ايوه موافقه. موافقه بجد؟ ايوه. خساره، يا ريتني كنت قلت 560. اخدها يا شعبان؟ نعم؟ اخدها؟ الفلوس. اه ايتهم على الحساب. ايوه خد. المسابقات دي عملت دعايه كبيره للجورنال، ده طبعا غير الدعم اللي جالنا من الرعاه. يا فندم أنا سعيدة جدا وفخورة إن أنا بتابع حدث عظيم زي ده. أنا عن نفسي عملت حتة ألبوم عن المسابقة اللي فاتت فظيع، عملت فيه كل مجهوداتي الذاتية، لا وحطيت فيه صوري وأنا عاملة كده، وعملت صور سيلفي لنفسي كتير قوي. لا لا بجد تعبت قوي يا أستاذ جميل، يعني بجد ألبوم يستحق جايزة بول أنزر. مظبوط مظبوط. تمام. جايزة إيه يا حبيبتي؟ بول أنزر يا إنجي. إيه مش عارفاها ولا إيه؟ لا لا يا كاميلا حبيبتي، اسمها بوليتزر. ده فيلسوف وصحفي معروف، دي جايزه الصحافه العالميه. روح جرايه يا انجي، انت عايزه تطلعيني مش فاهمه حاجه يعني؟ لا انت بتعلي صوتك كمان. اه يعني مش ممكن انا بصلح لك. خلاص بس. ويا كماليا جايزه بوليستر في ايه؟ بوليستر ايه يا فندم؟ بوليستر ايه بس؟ بقول لك ايه، انا فاهم في كل الجوائز العالميه لو سمعت بفضلك. بقول لكم ايه، خلي بالكم المره دي هيبقى في جايزتين، جايزه أندر إيه؟ طابع أندر إيه فندم؟ نعمل جواز الأندر؟ جواز أندر إيه؟ أندر طابع بسطة،
أندر؟ كمان هيعملوا طابع بوسطة للأندر يا فندم الزعير. يا أخوان يا 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 إنجي يا إنجي، أندر أندر جاية من الندرة، نادر نادر زميلنا. يا فندم قول كده يا فندم، وضح عشان في نادر يا أندر. أندر قلنا الأول الأندر، خلصنا منه. أيوة صح، دي جايزتها. رحلة لباريس. أيوة. التذكرتين لمتحف اللوفر. تمام. 10,000 دولار. أما بقى الجايزة بتاعت أقدم عملة دي 150,000 جنيه. محظوظين بجد، محظوظين اللي يكسبوا الجائزه دي. تعرف يا استاذ جميل اللي كسب المسابقه اللي فاتت مين؟ صاحبه انجي. ايوه فندم، صفاء استباعي. دي بقى سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والقبقاب. دي بقى كانت حضرتك مش لاقيه تاكل، كانت هرياني بقى، مقشطاني كل لبسي ومكياجي. الحمد لله دلوقتي من سيدات المجتمع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا انجي، انت بتعايريها علشان كانت بتسلف منك؟ ايه يعني عادي الصحاب لبعضيهم؟ طب ما انا يعني بسلف منك لما ابقى غنيه كده زيها تعايريني؟ انت اصلا مش ممكن تبقي غنيه، قصدي يعني حتى لو بقيتي غنيه كوكي، انت في فرق كبير بينك وبينها. هي بتستلف لبسي وانت بتشحتيه. شايف يا استاذ جميل في ايه يا كوكي؟ الله، انتوا هتعايروا بعض قدامي؟ انجي هي اللي كسبت المسابقه اللي فاتت دي صاحبتك؟ ايوه كانت معايا في الجامعه. دي كارثة يا انجي، كارثة. كده دلوقتي القراء هيفتكروا ان احنا بنطبخ الحكاية وبنعملها لقرايبنا ومعارفنا. هي مش عايز حد يعرف حاجة عن الموضوع ده خالص، فاهمة؟ وانت بالذات. لا انا اصلا عمري ما فتحت بوقي عن الموضوع ده خالص. ده انت اللي لسه قايلة لها صاحبتها، مش كده يا انجي؟ ايوه 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 يا صاح. بس حضرتك ما تقلقش خالص يا فندم، محدش ممكن يعرف اي حاجة عن الموضوع ده. بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا اللي هكسب. تكسبي إيه؟ الجايزة الجاية إن شاء الله. ما هو حضرتك أنا عندي شوية عملات وطوابع قديمة، ما يعني بص يهبلوا. يا إنجي يا إنجي بقى، أنا بقول لك ما يبقاش حد صاحبك ولا صاحبتك ولا جارتك ولا قريبتك تقولي لي أنت اللي هتخشي المسابقة دي تبقى يا إنجي هنفقد مصداقيتنا عند الناس. في إيه يا أستاذ جميل؟ من حقي. من حقك يا انجي لو انت مش موظفه في الجورنال، انما يا حبيبتي دي معموله للقراء. هو يا فندم انا من القراء، انا بقرا الجريده والله كل يوم كل يوم. وبعدين بصراحه انا نفسي اطلع رحله لباريس، نفسي ادخل متحف اللوفر. اطلعي على حسابك، اهم حاجه المصداقيه. يا فندم المصداقيه دي بقى هتكلفني كتير قوي بصراحه. طيب بقول لحضرتك انا جالي فكره حلوه قوي، انا خلاص مش هقدم في المسابقه. خلاص حلو كده؟ تمام. بس أنا ممكن أطلع مرافق للي هيكسب الجايزة، إيه رأيك؟ حلوة صح؟ لأ. ليه يا فندم؟ ده علشان يعني يبقى في مصداقية وأصوره بقى في اللوفر وهو إيه رأيك؟ لأ. يا فندم هنصوره بقى واخد الجايزة كده واقف عند برج إيفل. لأ برضه. يا فندم ليه يا فندم؟ دي مصداقية، هو دي المصداقية. لأ! أنا المصداقية اللي عندي لحد بس اللي هيكسب الجايزة، أما المرافق بقى وكل الحاجات دي شكليات. حلمي راح، حلمي ضاع، حلمي اختفى، حلمي اتغير. في ايه يا انجي؟ حلم مين ضاع منها ده؟ حلمي ايه حبيبتي؟ الحلم بتاعي، الحلم الجميل اللي كنت عايشاه. يا اختي كل ده على سفريه ولا تزعلي نفسك، انا وشعبان بنسافر كل صيف مصيفين، واحد جمسه واحد بلطيم، هاخدك في واحد بس فيه. ايه في ايه يا حبيبتي؟ بقول لك عايزه اطلع باري تقولي لي بلطيم وجمسه؟ حرام عليك يا هبه. انا حلم حياتي ان انا اروح اللوفر واتصور مع الموناليزا. مين يا اختي الموناليزا دي؟ ممثله؟ في ارحميني. لا رقاصه. رقاصه واجنبيه وبتشتغل في كباريه اسمه اللوفر. اخس عليك والمصحف، اخس عليك يا انجي، ده انت بتسوقي سمعتنا. طب عيالك يقولوا ايه؟ ها؟ طب جوزك يقول ايه؟ طب شعبان اللي انت ساكنه في عمارته ده تبهدليه معاكي ليه؟ بس حرام عليك، حرام عليك يا حبيبتي. الموناليزا دي لوحه مش رقاصه، واللوفر حبيبتي مش كباريه، ده متحف كبير فيه حاجات قيمه بيعرضوها هناك. ده اللي في باريس؟ ايوه ده اللي في باريس. طب يا اختي روحي هات لنا مناخير ابو الهول اللي نصبين علينا فيها. ومين قال لك بقى ان مناخير ابو الهول موجوده هناك في المتحف؟ مش ده مش حقيقي. الاستاذ سعيد عكاشه والدكتور توفيق حساسين هما الاثنين طلعوا قالوا كده، ودول جهابذه طبعا. الله الله على السخافه يا هبه، ايه ده كله يا حبيبتي؟ قولي لي يا انجي، انت ضامنه يعني الفوز قوي كده؟ ايوه ايوه. حتى بصي دي، بص ايه ده سحتوت؟ الهي سحتتوكي يا هبه. الله
ايه العملة دي؟ جبتيها منين؟ جبتها من مزاد للعملات يا جوجو. اسكندر الأكبر كان عاملها وحاطط عليها صورته بمناسبة بناء اسكندرية سنة 331 قبل الميلاد، ودفعت فيها 5000 دولار. يا حبيبتي عشان كده بقى زعلانة ومقهورة انك مش هتدخلي المسابقة. ايوه وعمرينو كمان مقهور قوي. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، قدمي لي انا مكانك. الله، فكرة حلوة قوي يا هبة. فكرة ايه اللي حلوة؟ دي بتهزر دي؟ لا طبعا مش بتهزر، انا بقى بتكلم بجد. انا فعلا هقدم باسمها، ولو هي كسبت انا اطلع مكانها الرحلة. يا حبيبتي ومش بس كده، ده انا بقى هخدمك خدمة عمرك كله. إيه؟ انا عشان اسيبك كده تفوقي وتروقي للمسابقة هاخد منك البامبينو الحلو ده يفضل قاعد معي لحد ما ترجعي بالسلامة وانت فايزة يا حبيبتي. الله يا حبيبتي يا هبة، انت ايه اللي حصل لك؟ ما حصلليش حاجة، انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه، ده انا بحبك في اللا حب. هعيط، انا اتأثرت جدا، ربنا يخليكوا لبعض يا رب، ما يحرمكوش ابدا من بعض. حبيبتي حبيبتي قلب امك. مش عارفة يعني، انا عارفة ان انا برغي كتير يا صمورة، بس انا حاسة ان انا بقيت مجنونة مهووسة بالتحف، مش عارفة ايه رأيك يا عمرين؟ ايه رأيك يا صمورة؟ انت نمت مني ولا ايه؟ انت لا انا هنا، انا هنا، ما فيش حد هنا. لا يا حبيبي لا. سوري. تنمت مني انا ممله قوي كده؟ فشر. لا لا يا حبيبي بس احب اركز بس. الاحساس ده جالك من زمان، حاسه بيه من زمان وانت بتاكلي بدنجان؟ مش عارفه يا سموره، انا حاسه بس مش متأكدة جالي امتى. افتكرت جالي لما شفت صفاء السباعي صاحبتي من ايام المدرسة وهي بتكسب 10,000 دولار بسبب ساعة جدها القديمة. 10,000 دولار حقيقة حبيبتي انا حاسس انك يعني بارلون مجنونة من زمان. في ايه يا سمورة؟ وانا جايلك علشان تساعدني وتعالجني ولا عشان تفرسني اكتر؟ حبيبتي انتي مفروسة من زمان. ايوه مفلوسه من زمان، بس انا دلوقتي بقيت مهووسه بالتحف والانتيكات واللوحات. شوفي يا عزيزتي، الهوس بالاشياء له سقف معين، يعني لو احنا عدينا السقف ده او حسيتي انك فوق السقف ده تحسي ان فعلا انك مهووسه. ولو تحت السقف بقى؟ لو فوق السقف هتحس انك عندك برد رطوبة، يبقى انت مهووسة فوق السقف. لو نزلتي تحت السقف هيبقى في حر ودفى واعصابك هادية. طيب اعرف منين بقى اذا كنت انا فوق السقف ده ولا تحته؟ لو حسيتي بسقعة وبرودة يبقى كده انت فوق السقف. انما لو حسيتي بانك دافية ومرتاحة واعصابك هادية تبقي تحت السقف، كده نقدر نعالجك. تصدق يا صمورة أنا حاسة كده إن أنا والله أعلم تحت السقف. ليه بقى؟ لأن أنا حاسة بدفى وحاسة إن أنا مستمتعة جدا جدا وبقيت أحب بيتي أكتر من الأول، بس علي بقى مش سايبني في حالي. حبيبتي غالبا الأزواج أو الزوج بصفة عامة بعد الجواز خلاص المسؤوليات بتكتر عليه، بيحصل له هوس كده بيتجه للمطبخ، يهتم بشؤون الطبخ. ايوه بس فانت لازم تساعديه في الحكايه دي. طب يعني اعمل ايه؟ يعني مثلا ارسمي له لوحه بطاطس محشيه بالبدنجان، انحتي له بطه مشويه جواها حمامه صاحيه، واخده بالك؟ ورش عليها شويه بهارات واديها له في وشه. يا سلام، هي دي بقى الفنون؟ اهتمي بهوايات جوزك يهتم بهواياتك. ايوه وهوايات علي قد كده. طيب انا ههتم بيه وبهواياته. عارف هعمل له ايه؟ هرسم له لوحه من السمبوسك باللحمه المفرومه معاها البطاطس المهروسه، وانا متاكده اني هفضل مفروسه. انجي جميلة انجي. اجمل حاجة فيه انه لا شبه ابوه ولا شبه امه. شبهك يا صمورة. غريبة، انا اقول ماله اهبل ليه كده.
جالنا شهادة من وزارة الآثار باسم الفائز في المسابقة الثانية من مسابقة قديم بس عظيم. بجد يا فندم؟ هي 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 ايه يا انجي؟ انت تعبت ولا ايه؟ انت فرحانة قوي كده ليه؟ فرحانة يا فندم عشان النتيجة طلعت. يا رب والنبي يا رب نجح، يا رب والنبي يا رب احنا غلابة يا رب. انجي انجي اوعى تكوني قدمت في المسابقة. انا؟ اه ابدا يا فندم، لا يمكن ابدا اخالف تعليمات حضرتك علشان المصداقية. انا بقول يعني يا رب ننجح، الجورنال ينجح يعني. اه ولا يكون اي حد من تبعك. لا هي جارتي بس يا فندم. ليه كده بس يا انجي؟ ليه كده؟ كده المصداقية في خطر يا فندم. ما تقلقش، المصداقية مش في خطر ولا حاجة، المصداقية في الحفظ والصون. وبعدين هي مش أختي، هي حيالة جارتي يا فندم، ومن أقوى المستهلكين للجريدة بتاعتنا. موزعة يعني؟ لا يا فندم، موزعة هي أكتر بكتير. عارف حضرتك بتلف الطلبات بتاعت السوبر ماركت بتاعتهم بالجرايد بتاعتنا، ولا يمكن يا فندم، عندها ولاء لينا لا يمكن تستعمل أي جريدة تانية. ده حتى لما يجوا يمسحوا الإزاز بيستعملوا الجريدة بتاعتنا. أنا مش فاهم حاجة يا إنجي الحقيقة، بس مش عارف مستريح لكلامك، جميل جدا. الله، أنت اللي جميل يا جميل. الله يخليك يا إنجي. لا يا فندم حضرتك فهمت غلط، مش بعكسك، أنا بقول إنك جميل يعني. أنا اسمي جميل يعني؟ أي فندم، اسمك جميل خير؟ نسيت اسمك؟ يعني أنا اسمي جميل؟ أي فندم، والله حضرتك الأستاذ جميل. في إيه؟ يا إنجي أنا قصدي اسمي جميل حلو يعني؟ آه حضرتك تقصد حلو جميل يعني بيوتيفول. حلو بيوتيفول قوي والله، اسمك جميل. بس هو تقليدي بس حلو. تقليدي؟ آه تقليدي شوية، بس أنا أحب التقليدية جدا. آه عظيم عظيم. لا جميل. ماشي ماشي ماشي. بلاش دوشة يا بني. بتعمل ايه؟ شكلها بتعمل عملية. يعني هو التمثال اللي في ايديها ده حالته خطيرة؟ اه يا حرام، بقاله كتير قوي ما بيتحركش، يبقى اكيد مات. مات يعني؟ نلعب. يلا 1-0 ليا. ايه ده؟ لا 0-0. 1-0. الكرة لمست، ما لمستنيش، دي لمست شعري. هو مش شعرك ده في جسمك برضو ولا في جسم بني ادم تاني؟ 1-0. طب هات الكرة. خدي. وبعدين بقى بطلوا دوشه يا اولاد، مش وقت لعب. يا مامي احنا خلصنا الهومور. خلاص روحوا ذاكروا. يا مامي ما هي لسه قالك ان احنا خلصنا مذاكره. يا سلام، هو انت كنت بدات المذاكره امتى عشان تقولي خلصنا؟ ايوه طبعا نلعب شويه. وبعدين بقى بطلوا شقاوه واتفرجوا على التلفزيون، بلاش لعبه بالكوره. مامي التلفزيون ده خطر على الاطفال. يا سلام، من امتى؟ سيبها يا سولي. الله يا مامي دي بتكبر وبتصغر. بقول لك سيبها. حلو قوي، انا عايزه اخدها. سيبها يا سولي. ايه ده يا سولي؟ عملت ايه يا سولي؟ كسرتها يا سولي؟ انت مش قلتي لي اسيبها؟ ايوه قلت لك سيبها على الترابيزه. على الترابيزه. حرام عليك، حرام عليكم. عارفين القله دي بقالها قد ايه عايشه؟ 100 سنة. بقالها عايشة قد ايه؟ 100 سنة. 100 سنة منهم 15 سنة عند شعبان بيبيع فيهم نوجة وطوفي. بيبيع ايه؟ نوجة وطوفي. نوجة وطوفي، ومصيرها تتكسر هنا عندي. على ايديكوا. حرام عليكوا. انتوا عارفين الفراعنة؟ العيال بتوعهم لو كانوا زيكوا ما كانش عاش لهم تمثال. مش 7000 سنة، لا 7000 ثانية. كان الفرعون الصغنون من دول يتولد معاه التمثال بتاعه ويفضل عايش بيه لحد ما يموت. لحد ما ايه؟ يموت. لا، لحد ما يتدفن بيه. لحد ما ايه؟ يتدفن بيه.
جائزة أقدم عملة معدنية، عملة الإسكندر الأكبر، فازت بها السيدة هبة محسن هلال. اللهم صل على النبي، والجائزة مقدارها 150 ألف جنيه. مبروك للقارئة الجميلة هبة محسن هلال عبربو. أما عن الفائز بجائزة أندر، لا ما تفهميش غلط يا شعبان، أندر طابع بريد عن طابع الخديوي لعام 1866، هي السيدة هبة محسن هلال عبربو. والجائزة عبارة عن رحلة لباريس وتذكرتين لمتحف اللوفر. اللهم صل على النبي يا بيبو. أقول لك إيه يا كماليا، كماليا عايزك دلوقتي الصور دي لازم توصل المطبعة حالا، لأن الرحلة الأسبوع اللي جاي والصور دي لازم تنزل على الجاي. ها؟ حالا حالا يا أستاذ جميل، حالا. ألف 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 مبروك. الحمد لله، وأنا كمان ألف مبروك. مرحبا، عشان حتى كنتور يا جماعة. بس سؤال بس قبل ما أطبق الصور، هو حضرتك يعني المحل اللي بتجيبي منه البرنيطة أمنية حياة حسين إن أنا ألبس برنيطة، تجيبيها منين؟ لا ده مش من محل، ده من على الرصيف. بصي اوعي تستخسري في نفسك حاجه، انا ما استخسرش في نفسي حاجه، وبعدين ده تكريم انا اتكرم كل يوم. روحي بقى. شعبان انت رايح فرنسا؟ ان شاء الله. اوعى تنسى الفايف كلوك تي. ايه؟ تي تي هجيبهولك هجيبهولك تي. انت هتاخدي شعبان ازاي؟ انت معاكي مرافق؟ اه بس هتاخدي مين بقى معاكي؟ بصي انا عرفت بقى ان مادام فيها مرافق يبقى لازم اختار الصديق قبل الرفيق قبل الطريق. ايوه كده، الرفيق قبل الطريق. مين بقى الرفيق؟ مين مين ايه؟ جوزها طبعا، جوزها. في ايه؟ في انت ايه شغلك انت؟ انا السبب في كل ده، انت مالك؟ بصي يا انجي بصراحه بقى كده انا يعني لازم اخد شعبان معايا. تاخدي ايه؟ هتاخد شعبان معاها؟ ايه انت عامل زي الساحره الشريره كده؟ اسكت خالص. تعالي هنا حبيبتي تعالي. طيب تاخدي مين يا روحي معاكي؟ انا السبب في كل ده. في ايه يا هبه؟ احنا مش اتفقنا مع بعض؟ حلال عليكي نص الفلوس وانا هاخد نص الفلوس التانيين، تبقى مصاريفي هناك وتذكرتين السفر. بصي يا انجي بصراحه كده انا نفسي قوي اسافر امريكا. ايوه بس الرحله دي لفرنسا. مش مهم، كلها دول اوروبا. دول اوروبا ايه؟ فاهمها ازاي دي؟ حبيبتي اوروبا دي قاره فيها بلاد كتير كده، وبعدين امريكا دي قاره تانية وفي بينهم بحر وحاجات. وبقول لك ايه يا شعبان، انا اتفقت مع مراتك ان انا هقدم لها في المسابقه باسمها هي، ولما تكسب انا اسافر بدلها. وانا نصيبي فين؟ من غير ما تزعق قسم الفلوس مع مراتك. لا لا انا كمان مش موافقه حتى لو هو وافق. بصي انا بصراحه كده ما اتعملليش شهر عسل، ونفسي اطلع رحله. من عينيا يا حبيبتي، بس كده هطلعك احلى شهر عسل على حسابي. 4 ليالي 3 ايام، ايه رايك بقى؟ شرم الشيخ. شرم الشيخ دي جنب امريكا؟ ها؟ شرم الشيخ جنب امريكا؟ بس بتروح لها عن طريق بورسعيد. وافقي يا هبة؟ لا انا لازم اروح باريس. ليه بس؟ هتروحي تعملي ايه في باريس؟ اروح باريس واروح متحف الشمع. مفيش متحف الشمع، اسمه متحف اللوفر. مش مهم، ادخل متحف البلوفر ده. هتروحي البلوفر تعملي ايه؟ العب بالي. العب بيبو. حرام عليكي يا هبه، انت بتهزري. احنا كان في بيننا اتفاق. لا اتفاقك كان معاها صلاحيته انتهت. كلامك معايا دلوقتي. لم نفسك يا شعبان، مالكش دعوه خالص. هبه ما تضيعيش حلمي يا هبه. حبيبتي حلمي مين؟ انت اللي ما تضيعيش حلمي. الكايسه باسمي. ايوه الكايسه باسمك، وانا اللي مقدمه لك في الكايسه. معلش بس الفرصه بتيجي للانسان مره واحده. انت بتديني ضهرك. بصيلي هنا، بصيلي هنا. هي فعلا بتيجي مره واحده بس. بس انا كان حلمي ان انا ادخل متحف اللوفر واتصور مع لوحات ليوناردو دافينشي، واتصور كمان جنب التماثيل بتاعه مايكل انجلو. مين يا اختي ليوناردو ومايكل انجلو دول؟ سلاحف النينشا. ايوه بس ناقصهم رافائيلو ودوناتيلو. مثقفه قوي انت. اموت في البيتزا. بصي يا انشي عشان بس ما تضيعيش وقتك وتتعبي نفسك، انا يا حبيبتي استحاله ومن رابع المستحيلات ان انا استغنى عن شعبان او اخدش خطوه من غيره، لان انا يا حبيبتي مش نادله. صح انت مش نادله خالص، انشي نادله وواطيه الاثنين توجذر. شايفه هبه المكتب بتاعها قد ايه؟ شايفه يا اخويا ده عندها تركيف مركزي، واحنا قاعدين في الحر نشر كده من النار اللي في السوبر ماركت. حتى باركيه على الحيطان. يا اخويا دا
ده غير الزرع. حيولع المكتب على فكرة. ده وستاير. بتاع جميل مش بتاعي. يا ربنا ياخدكم. مش مهم، المهم ان احنا اللي هنسافر. طيب تطلع غير انسى. خلاص يا انشي، خلاص يا حبيبتي بقى. الله، ما تعمليش في نفسك كده. ازاي بس يا رجاء؟ ازاي وهي خدت مني كل حاجة؟ خلت احلامي وطموحاتي وفلوسي وتذاكر السفر، كل حاجة، كل حاجة. خلاص خلاص خلاص، تتعود ان شاء الله بفرصة تانية. فرصة ايه؟ فرصة ايه يا رجاء؟ الفرصة بتيجي مرة واحدة في العمر. طيب انا عندي فكرة، بقولك ايه، اطلعي الرحلة دي على حسابك انت، عشان يعني ما تموتيش بحسرتك. هو فين؟ هو فين حسابي ده؟ شوفه، اشوف حسابي ده. ما بقاش فيه حاجه خالص بعد ما اشتريت التحف الجميله اللي عندي، خلاص بقيت على الحديده. وبيني وبينك ما اكذبش عليكي، يعني بقيت اشتري الاكل عندوته من شعبان المعفن. يا خبر للدرجه دي؟ طب هقول لك حاجه، تهت والإناء، بيعي حته من التحف دول وسافري بثمنها. لا لا، ما تقوليليش كده يا رجاء، كأنك بتقوليلي بيع واحد من عيالك. ما اقدرش ما اقدر. يا ربي، ليه وانتي رايحه هيبقى تقع بيكي الطياراتي وشعبان؟ بلاش بلاش حكايه الطياره دي، اصل انتي عارفه بقى اليومين دول الطيارات بتقع كتير، والسياحه يعني مش ناقصه. يا سلام، يعني يرضيكي شعبان وهبه يروحوا يسيحوا هناك في باريس وانا اقعد معاكي هنا؟ ده النحس ده كده برضو بقى. انا قاعده معاكي ومستحملاكي وعماله طيب في خاطرك، والاخر تقولي ايه النحس ده؟ عرقي المثل يا اختي، الدنيا شقلبت شقليبه. اه، والعبيط شد حيله. يا عيني على الحلو، يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام ويبقى شخليله. احنا بقينا بيئه قوي 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 قوي، بيئه طحن. ارخص الاسعار، ارخص الاسعار. يلا يا هانم، مزاد يا بيه، مفيش حاجه بربع جنيه، كل حاجه بالدولار، وبرضو ارخص الاسعار. وانا مستني المشتري الحمار. بس بقى يا علي، بس اديني عملت مزاد اهو زي ما انت عايز، عشان ابيع حاجات حبايبي. يا حبيبي وحشوني يا حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا حبيبتي، معلش. عاجبه حضرتك دي يا فندم؟ ده تحفة. اه، دي تحفة فظيعة على فكرة، من الصعيد. لقيتيها فين دي؟ لا أنا ما لقيتهاش حضرتك، أنا اشتريتها من تاجر صعيدي. تاجر آثار يعني؟ لا، تاجر بلح، لقيتها عنده وعجبتني فاشتريتها. اشتريتيها بكام دي؟ أنا شايفة. هو تحقيق حضرتك ناوي تشتري ولا هتتعبنا؟ لا طبعًا. ده مصنوعة في تقديري من 4000 سنة. نعم! أنا عالم مصريات في وزارة الآثار وخبير في التحف والأنتيكات. أهلاً وسهلاً، يعني حضرتك ده كارت تعارف ولا جاي تشتريها ولا جاي تقبض علينا ولا إيه بالظبط؟ بس يا علي، الراجل بيقول لك إن هو خبير في الآثار، بيقول لك إن القطة دي لا تقدر بثمن قلب أمها. ما شاء الله، ده فهد مش قطة، وده مؤكد تمثال فرعون عتيق، غالباً من الأسرة الفرعونية الـ 12. حضرتك متأكد؟ لازم نتأكد إنه أثر فعلاً، وساعتها هيحصل لكم حاجه من الاثنين. ايه؟ يا اما هيتقبض عليكم بتهمه الاتجار في الاثار. ثانيه واحده، دي لا مراتي ولا اعرفها، احنا حيلا بينا ثلاث عيال لا راحوا ولا جم. او ايه تاني حضرتك؟ يا اما هيتم تكريمكم بسبب الاكتشاف العظيم ده. يا سلام، شوف مراتي حبيبتي والله العظيم فنانه، طول عمرها بتفهم في الاثار. ايوه، طول عمره وبيشجعني على تجاره الاثار. قصدك تجاره التحف يا حبيبتي، احنا عايزين الجايزه مش عايزين نتسجن. ايوه حبيبي، السجن ليك والجايزه ليا. ممكن بص 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 بص، ميرسي ميرسي البومك. اهلا يا انجي، فين التمثال؟ تمثال ايه؟ هتستعبطي؟ تمثال الفرعوني. هو حضرتك مش قلت انك عالم اثار؟ لا، ده اخويا
أنا تاجر آثار. آه افتكرتك أنت بتاع فيلم أبو علي. أيوة بالظبط. مش عايز كلام كتير، أنا عايز التمثال. علي علي أمي علي العين يا علي. ما تحاوليش معاه، اديته حقنة تنيم فيل. طب ما اديتنيش أنا كمان واحدة زيها ليه؟ مع إني بخاف من الحقن. ما كانش معايا غير واحدة بس، وعايز حد أتفاوض معاه. تتفاوض على إيه حضرتك؟ تمثال أو الدماء. ليه حضرتك؟ أنت مش قلتلي إن أنت طيب زي الأستاذ رشوان توفيق؟ لا، أخويا ضحك عليكم، أنا شرير زي زكي رستم أو محمود المليجي. يا مامي. طب بقول لك في تماثيل كتيرة قوي برا، خد منها اللي أنت عايزه أو خدها كلها. لا أنا عايز ده. لا لا ده لا ده ملك مصر، وأنا مش ممكن أبداً أفرط في مصر أبداً. بقول لك هاتي التمثال. حاضر التمثال أهو، ولو تحب أجيب لك أبو الهول بمناخيره لحد عندك. حاضر. أنا مش عايز غير حاجة واحدة بس، مش عايز أسيب دليل ورايا. يا مامي لا أرجوك أرجوك ما تخطفنيش، ما تموتنيش، ما تاكلنيش، عايز أعيش. أنا أوه في أولية في أولية في أولية. إيه إيه في إيه؟ قتلتي؟ مين اللي قتلك؟ ايوه اسمعي، طلع شرير وكده ضربني بالنار في راسي. ضربك بالنار في راسك؟ اه لا ملوش حق. اه طب راسك فين يا حبيبتي؟ انت سليمه وزي الفل اهو. لا لا ماليش دعوه، هو كده ضربني وخد التمثال وهرب. خد التمثال وهرب؟ التمثال ده؟ اه طب ما التمثال اهو يا انجي. اه صح صح سلام. الحمد لله الحمد لله. فيه علي؟ نامي علي نام، شكلك كده كنت بتحلم متخرف. نامي علي نام. انا اللي كنت بحلم ومخرف. ايوه وقعدت تقوم وتخضني من النوم وتقول لي ضربني وقتلني وضربك في... نام نامي علي نام، ربنا يهدك. نام. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله الحمد لله. مبروك يا انجي، الجرايد القومية كلها نشرت الخبر ومنزلين صورتك جنب التمثال. الله يبارك فيك يا فندم. طبعا لما هتروحي التكريم هتقولي للوزير بقى ان انتي عملتي ده كله بفضل توجيهاتي. نعم توجيهاتك؟ ليه بقى ان شاء الله؟ لا طبعا هقوله ان كل ده مجهودي وتعبي. اسلام مجهودك وتعبك ده ايه؟ ايه انت اللي نحتيه ولا ايه؟ انا كل يوم كنت بنضفه واسهر جنبه يا جميل. نعم كنت بت ايه؟ بنضفه واسهر جنبه حبيبتي، نظافة وحراسة. لا والله نايس تقولي انك كل يوم بتحط له مية واكل. مبروك يا انجي. الله يبارك فيك يا موحة. صبرتي وقلتي يا انجي. الله يصبرك يا كاميليا. على فكرة وزارة الثقافة هتكرمك وهتطلعك رحلة اسوان والاقصر على حساب البلد. الله اسوان وحشتني قوي. انت تروحتيها قبل كده؟ لا. الاقصر حلوة برضو. انت رحتها قبل كده؟ لا بس يمكن نعتر لنا على تمثالين تايهين هناك ولا حاجه. ايه ده يا علي انت عايز تمثيل؟ ايه انجي دي، انا بموت في التحف والاثار. في ايه يا علي حبيبي سلامتك، انت اتغيرت خالص، تكونش دي لعنه الفراعنه. وفيها ايه لما شارك مراتي حبيبتي في هواياتها؟ اي حبيبي وماله تشاركني في هواياتي يعني، بس بلاش موضوع التحف والاثار ده عشان كنت هتلبسنا في قضيه اتجار الاثار وكده. خلينا في الرحله حبيبي، خلينا في الرحله.